كان الشعبي. شكون اللي كان يغني الشعبي؟ رحمه الله الاول اللي بدا في الشعبي هو حسين السلاوي. راسي وما نهز عليك وباقي صافي. شكون اللي كان في الشعبي؟ كان شي شعبي؟ ما كانش الشعبي في المغرب. كانوا البريولات غنيوات دي 3 مينوت 4 مينوت ملحنين يهود مغاربه وجزائريين، وكانوا كيجيو من الجزائر داك الاغاني كيجيو المغرب فحال دور بها الشيباني ولا بحال هلا الليل لالي. كانش الشعبي ما كان. تمشيو لطريق تطوان غتلقاو تما الاسماء ديال الجزائر ديال بحثوا في تاريخ تطوان او العائلات الجزائريه مكتوبه عند الاستاذ بن داود. بن داود محمد داود والقايمه وبن شطاب الجزائريين. واول واحد اللي دخل العود تسطاون هو ولاد بن عبد اللطيف. هادو ولاد بن عبد اللطيف عندهم الزاويه ديالهم او عندهم الشيخ ديالهم هو في العاصمه. هادو grand échange بين الجزائر و المغرب. كاين بزاف هما ديال الاغاني حتى هما اللي هما كنغنيهم في العراسات بحال زين اللي عطاك الله. شحال من واحد كيسحب واش مغربيه هي اغنيه جزائريه. صافي 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 دابا ما غاتبقاش تهضر معنا في هذه الاغنيه. تضرب الغناطي يعني هي مستحدثه في المغرب، وانه معروف في المغرب بالجزائري او الجزائري، هي اصل تسميه ديال المغاربه. تسميه هذا التراث بالجزائري هو ناتج عن تأثير الجزائر في المغرب، في تأثير الجزائر في المغرب من خلال بعض المعلمين الذين كانوا يتوافدون عن المغرب، وخصوصا مثل مسان مثلا. يمكن أن نستحضر هنا علما وهو محمد بن الغبريط، قدم إلى المغرب في العقد الثالث 1923-24-25، وأسس مدرسة لتعليم الطرب الغرناطي في الرباط. وهذا شكون هو أحسن واحد غنى الراي في التاريخ؟ واش الشاب خالد، الشاب مامي، الشاب حسني، ولا الشاب بلال؟ هادو اللي ذكرتنيك كنا هو احسن واحد غنى فن الراي. شاب حسين، اولا لحقاش انا كنغني باللهجه ديال الراي الجزائريه، سي توتا في نورمال باسكو لو راي كيتغنى باللهجه الجزائريه. وباش يتاكدوا الناس انا مغربي من وجده، ولكن بالنسبه ليا بحال حنا خوت كي مغربي كي جزائري كي تونسي، تحيا العالم كله. انا جزائري 100%. واش هادي راه باينه؟ كيفاش غنقولوا حنا اغنيه ديال الراي مغربيه؟ ما عندها حتى يعني كما كنقولوا حنا بحكم المنطقه الشرقيه كمدينه وجده وبركان هادو قرابين الجزائر، وشحال هادي يعني ما كانش حدود بين المغرب والجزائر. ديجا راه كان شي منتشر بزاف يعني واحد ستيل بحال نقولوا حنا مثلا المغاربه كيغنيوا اغاني خليجيه، نعتبروا حنايا اغنيه خليجيه. سي نورمال الفن ما عندوش حدود، اي فن يقدر يدخل من بلاد لبلاد، ولكن نبقاو نهضروا في الواقع. الاغنيه الراي اغنيه جزائريه. هادشي اللي خايف منه دابا مؤخرا هو ولينا جزائر، بينا جزائر، بينا جزائر، بينا جزائر، وهادي حاجه خطيره جدا اللي بغيت ننصح بها الفنانين المغرب. انا ماشي كننصح، غير بغيت نقول لكم حافظوا، لان اللهجه المغربيه راه هي اللي عطاتنا قيمه، فما نوليوش جزائر مع احترامنا للفنانين الجزائر، بالعكس دوله عظيمه وفن عظيم والراي، ولكن المغاربه حنا ولينا كنشوفوا الانتاجات كلها ولات راي، فهذا خطر كيهدد الموسيقى في الاندلس وعندها تاثيرات عثمانيه، مع انه حنا العثمانيين ما كانوش احتلوا المغرب، ولكن بحكم انهم احتلوا الجزائر بزاف ديال العائلات تركيا اللي كانت عايشه في الجزائر كانت هجرت في الاحتلال الفرنسي الجزائر للمغرب واستقرت في تطوان. فتطوان كجبروا فيها بزاف ديال العادات عثمانيه وتقاليد عثمانيه كتجسد بالخصوص في الطرز ديال تطوان اللي كيطرزوا على الحرير، وهي الطرز اللي كيتسمى التعجيره التطوانيه، عاده كتخدم على الحرير وكتخدم ب 11 ديال الالوان ديال الالوان الطبيعيه على الثوب ديال الحرير اللي عاده كيكون يا اما في الصفر يا اما في التوركوا او في الموف. بالنسبه للحزام حتى هو طبعا جا من عنده تاثيرات اندلسيه. ودابا غادي نشوفوا هذا